الحلقة بتبدأ مع مهرة، ست مصرية أصيلة مكافحة وعايشة في منطقة بسيطة. بتاخد أختها الصغيرة توصلها المدرسة وتطلع على شغلها في مصنع الملابس، وهناك بتقابل صاحبتها سحر اللي بتشتغل معاها، وبيشوفهم عترة مدير المصنع اللي شبه قبض الأرواح اللي بصته المهرة مش مريحة خالص. وبعدها بنشوف جابر أبو جديد اللي شهرته الكوماندا، بيعشق الصقور وصيدهم زي ما هو واضح كده، أصوله صعايدة، متربي على شيل الحمل التقيل وبيشتغل صنايعي سيارات أو ميكانيكي يعني، راجل شقيان وطيب زي كتير من الصنايعية. بيجيله محسن قريبه عشان يساعده في مشكلته مع الديب، وفعلا بيروحوا للديب في بيته، ومن كلامهم بنفهم ان الديب بياخد فلوس من الناس ويسفرهم بره، بس واضح انه ضحك على محسن ونصب عليه في فلوس التاشيره وجاب له شغلانه غير اللي متفقين عليها. حاولوا يتكلموا معاه بالهداوه والاصول، ما جابش نتيجه. جابر اتعصب ورفض يمشي من غير حق ابن عمه، فالديب قال له اخبط دماغك في الحيط. جابر عند فيه وعروقه باظت، وهو بيقول له هتاخدها عندها، هناخدها سلاح ومفيش مانع، يبقى ما بينا بقعه دم نمشيها قاتل يا مقتول. وبالرغم انه كان لسه تهديد، الا ان محسن اتخور ورفع سلاحه، وجابر حاول يمنعه لكن الطلقه جت في الديب قتلته، وطلعوا يجروا. وقرر رزق ابن الديب ان ابوه قصاد اتنين من عيله شديد، محسن وجابر لازم يموتوا. وفي المصنع بيمشي عتره كل الستات وبيستفرد بمهره، ونيته مش سليمه خالص. حاول يغريها بكلامه المعسول لكنها ما ادتلوش سكه، ولما رفض يسيبها ضربته بالمقص في كتفه. وبره المصنع لمت عليه الناس ونزلت عليه بالجزمه بعد ما شتمها ورفدها من المصنع. وهي مروحه مع صاحبتها قابلها زيدان، راجل الاعمال وصاحب مصانع كتير، منهم المصنع اللي كانت بتشتغل فيه. اعتذر لها عن اللي حصل وقال لها انه نقل عتره المصنع تاني وحسابه معاه بعدين، اما بالنسبه لها هي فقال لها ترجع شغلها عادي، وكمان سايب لها مكافاه ماديه. وفي بيت جابر اتصدمت امه صديقه من اللي حصل، عارفه ان اللي جاي مش خير خالص، وامر جابر محسن يستخدم تاشيرته ويهرب بره البلد، حتى لو كان هيسيب مراته وعياله، بس دلوقتي ده افضل حل. ورغم ان صديقه اتحايلت على جابر يبعد عن الشر، لكن جابر صمم يفضل مكانه يواجه وما يهربش، واهله خايفين من قلبه الايام عليه. وفي بيت مهرة قعدت ميمي جارتها اللي اسلوبها شمال ومش واضح شمال من اي نوع، تتحايل عليها تميلها سيكة عشان حالها يتعدل، لكن مهرة رفضت وقالت لها عاجبني الشقة اللي بيصرف على بيتي واخواتي. ولما راحت تدور على اخوها طارق لقت انه مرجعش البيت وتأخر زي عوايده، فتعصبت ولبست وخرجت تدور عليه، ولقيته عند بتاع الكبدة وزعقت له عشان سايب اخواته البنات لوحدهم وبيخرج من وراها، فقفش عليها علشان بتعامله زي العيال وبتقل منه قدام الناس. المهم اخدوا بعض ومشوا، ومسافه السكه كانوا اتصالحوا. وفي الليل متاخر خرج جابر يشم هوا، بس طلع رزق عامل له كمين هو ورجالته، وفضل جابر يهرب منهم وهم بيضربوا عليه نار، لحد ما قفل عليه بوكس نزل منه ظابط طيب وابن حلال، واخد الكوماندا وراح على القسم. الحكومه عرفت اللي فيها وجابوا الاثنين عشان يقفلوا المحضر، بس لما سالوا رزق هل جابر اللي قتل ابوك؟ قال له لا، وده طبعا عشان الموضوع يخلص ما بينهم بره المحاكم، وطبعا ناوي ياخد بطار ابوه بايده. تاني يوم عدت سحر على مهره عشان يروح الشغل، لكن مهره كانت لسه متنكده من اللي حصل ورافضه ترجع، وبدات تعيط وهي بتفتكر من بعد موت ابوها، وهي اللي شالت حملها وحمل اخواتها، ومفيش حد تقدم لها عشان حملها تقيل، واللي بيقرب بيبقى عاوز مصلحته بس. فقررت تبقى امينه رزق في نفسها، راجل وست في نفس الوقت عشان يقدروا يعيشوا. وراحت صديقه لجابر الاسم وحلفت عليه يسافر ويبعد عنهم، لان الطار كده كده اتثبت عليه وهي مش هتستحمل تشوفه مقتول. ورغم اصراره انه يقف ويواجه، الا انه اقتنع في الاخر ونفذ كلامها وودع امه وبلده وسافر. المهم رجعت مهره المصنع لانها في الاخر محتاجه الشغل، بس جه الغيتت يهزر معاها ولا كان حاجه حصلت، فمهره تفت عليه وهزقته، ويسري المدير الجديد طرده بره المصنع. ونزل جابر القاهرة عند بلدياته سامي وأجر له أوضة فوق السطوح. عارفين بقى مين صاحبة الأوضة؟ الأستاذة ميمي اللي ما شالتش لا عينيها ولا إيديها من عليه. وفي الليل سمع صوت خناقة في الشارع وحد بيصرخ بيستنجد حد يلحقه. ما قدرش يمسك نفسه ونزل يحوش، وطلع الحوار على طارق. كتروا معاه في الكلام، ومع الصعيدي ما تكترش، مسكهم رنهم العلقة التمام وأحلى على الأحلى. فأخدوا طارق بيته يوجب معاه، وهناك شاف مهرة لأول مرة وحصل ما بينهم الكليك. ودي كانت الحلقة الأولى من مسلسل ضرب نار، ما تنساش تتابع الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.